احنا اسعنا حديثة قاطع بروانة حاليا هسه واقفين اليوم الاثنين عصرا وباكر ان شاء الله الثلاثاء العيد. احنا نسال الله اول وبادي ونسال الرسول عليه الصلاه والسلام ان يهوى هاي الناس على هذا الناس اللي يتماء بهذا الزرع وهذا الحاب الخير النعمه الفضيله. احنا اليوم محاصرين، احنا اليوم واقفين بروانه على هذا الحاب اللي هو بيه ناس اتماء وشهداء وناس يعني ما تملك حتى 100,000 دينار. نسال المسؤولين اليوم اللي هم مسؤولين صلاح الدين، مسؤولين الانبار، مسؤولين نينوى، مسؤولين بغداد، مسؤولين كل المحافظات العراقيه. زين احنا ولد العراق لو جايين من بلد غير بلد، جنسيتنا عراقيه، احنا عراقيين مزكيين من الناس اللي اخر من هاي الناس اللي حراميه قاعد تبوق. زين اليوم نسال سالوات الانبار، هذا الحب هسه شفتوه صورتوه مكوم للناس الضعفاء اللي كانت جاهم الموسم السنه، يعني احتمال لو تجي مواسم معده موسم ورا موسم احتمال يعدمون الفلاحين، يسوي لهم لجنه اعدامات، يقول لهم انتم ما خلتونا نستفاد، نجيب الحب من ايران ونجيب حب من خارج العراق. زين ابن العراق ما اخذ اماله واروح اجيب ابن ايران اخذ الحب ماله؟ يعني ابن ايران اليوم صار افضل من العراقي الشريف الدم طاهر؟ ما يرهم يا اخي العزيز. احنا نسال الله ان مسؤوليننا وحكومتنا وناسنا وشيوخنا وكل الامور اللي عندنا انهم تسب هذا الامر الناس تسب هذا الامر، امر ناس مظلومين بيه، مظلوم بيه اليوم الفلاح. الفلاح اليوم صبح مظلوم، اصبح مطلوب للدوله. يعني الفلاح اذا جاي اليوم 50 طن حب اصبح مطلوب للدوله، الدوله ما استجاب له، ما تريد له. ليش؟ ابنه ما تعب؟ هو ما تعب باقين من الدوله وحاطهن؟ لا، من تعبه اشترى حبايبه وطشن وجاء هذا الخير، ليش ما يستوردونه؟ تودي الحديثه يقول لك الطرق والجسور ما نعبر الا انبار، تودي صلاح الدين يقول لك ما نستلم المحافظه المحافظه. زين شو وقت صارت محافظة صلاح الدين واحد والأنبار واحد؟ بس هاي ناس متقاولة تجار وحرامية، ونسأل الله ونقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ظالم وما يعرف الحق وما ينصف بالحق. انصف الفلاح يا أخي العزيز، انصف الفلاح. اليوم مسؤوليننا وسالواتنا وحكومتنا وناسنا الشرفاء وينهم؟ وينهم ناسنا الشرفاء اليوم؟ وينهم بس أدفتهم؟ وينهم؟ ليش يعني الفلاح يخلونه هيش حبة هذا معبي بالقواني؟ صار اليوم 20 يوم وتخت اكياس مالته واكياس مشترين البالة مالته 150,000 و125,000 وتخت تكبى بالقاع. هذا هل تشوفه هسه انا واقف اليوم صار له 10 ايام. زين ليش يسأل وما يستلم؟ يستلم بس فقط من التاجر. ليش يستلم من التاجر؟ لان التاجر مو مثلي يعني. انا من اروح علي ما يعرفني، يعرف التاجر ايش قد راح ينطي. بالنهار صايمين وبالليل يبوقون. عجل ليه ما تصوم رمضان؟ إذا برمضان بالليل يبوق وبالنهار يصوم ما بيها فايدة، ما بيها فايدة. هو اليوم لا يبوق، يقول للفلاح يا باني محتاج جهالي 1,000,000، محتاج 500,000. الفلاح هو ابن عشاير وابن عرب وابن صول، ينطي 1,000,000 ينطي 500,000، مو يدفع علي تاجر يقول له اكسر البضاعة مالته واكسر الحب ماله. يعني هناك ياخذونه ب500 وكسور، هنا ياخذونه جوا 400 ب410 ب440. زين وراء دراسه وراء كراب وراء حب، شنو الفلاح راح يصفي له؟ اذا 30 حرامي قبل السايلو وورا السايلو ميات. زين شو وقت ننصح وشو وقت تروح منا هاي النسبه اللي 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 اللي, اللي, اللي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وبلخص هاي المنطقه منطقه حديثه، يعني الغربيه نقول كلها الغربيه، يعني شهداء انطت. ها هاي بروانه يعني ما اسولف لك، ايش ما اسولف لك يعني قليل. حديثه كذلك، البغدادي كذلك. ليش يعني ليش تحاصرون هاي المحاصره؟ تحاصرنا 4 سنوات حاصرنا داعش، واليوم حاصرتنا الحكومه مع احترامي للزينين، حاصرتنا الحروب، الحكومه حاربتنا بحروب مع البوق. يعني البوق هم للنهايه، يعني الانسان لازم يشبع، لازم يشبع الانسان اذا كان ياكل حلال او حرام لازم يشبع. بس سبحان الله ما اعرف.
والله الحريق يا أخي العزيز هاي كله صفة تجار، كله صفة تجار. هسه أكثر الناس يقول لك فلان من الجيش ورا الزرع، وفلان من القوات الأمنية ورا الزرع. لا، أكو فلان يورد الزرع صحيح، وشخص من الناس يورد الزرع صحيح، بس من يدفعه؟ يدفعون الناس أهل الدولارات، الناس التجار الكبار. يعني احنا نحسب حساب على قد قدرتنا، بس هم يحسبون حساب كبير. يعني هو يورد زرع ابن الأنبار، ويورد زرع ابن البصرة، وابن الناصرية، وابن ديغار، وابن نينة، وابن كل المحافظات العراقية. ها، يحرق زرعه ويحرق أماله على مود يستورد من الخارج، يفتح الحدود ويستورد. زين الحب العراقي هذا من أحرقه ليش؟ مو زين؟ مو طاهر؟ أطهر من ذولا اللي قاعد يحرقون بالزروع، وعيب عليهم وخزي يجون على زروع الناس والنسوان. أنا شفتها بالمحافظات، النسوان تطفي ملافحها، وأنتم كلكم شفتوها. يعني الحرمة زارعة زرعات وحارقينهن وتطفي ملفحها. هم تدافعون عن الحرة العراقية؟ هم إذا مفرعينها وتطفي بزرعاتها وهم الحارقينهن، وهم التجار اللي حارقينهن، ما يصير. لازم ينصفون الناس ويدحجون على رب العالمين، لأن الله أكبر الكل، الله أكبر الكل. وماكو زرع احترق لا جت شرارة من السماء ولا ضربت أي شيء ضربه، هم حرقوه. ليش حرقوه؟ حتى يسوون عملة خارجية وعملة عجل. هسه أنا أقول لك الطرق والجسور. ليش الطرق والجسور؟ ليش محاصرين الفلاح حتى تطيب نفسه؟ ليش مسوين ضنكة على الفلاح حتى يعني احنا كنا بسنة خير قبل 4-5 سنين طن الحب ب700، اليوم طن الحب اصبح ب300. ليش اصبح ب300؟ هاي كلها محاصرة على الفلاح حتى ما يزرع، تا التجار يستفادون ويستوردون من الدول اللي هم يعرفونها اللي مثلهم. هم حرامية ناس تستقبل من الناس، مو هذا الحرامي اليوم يحب الحرامي. والله يا اخي العزيز شوفت عينك، هاي الكاميرات متوجهه عليه، وهسه صورناه وشفناه الزرع هذا صار له 20 يوم كوم، وهاي السيارات واقفه شوفها. يعني المصروفات مالته صارت بالارض وبالتراب اكثر من راح يجي، وكله ماليه ماء وناس ولد شهداء، والبيت المرايح منه رايح منه ضحى باربع شهداء، خمس شهداء، ثلاث شهداء شهيدين، المرايح منه ابن جاره. ها، كلها ناس يعني تلفانه، وناس فقره، وناس ولد شهداء. يعني ناسفونهم بوجه العيد لو يبيعونهم. يعني انا شفت ذاك اليوم بالتصوير طماطه عراقيه من الدحك عليها مدك بس تشوفها، ما يستقبلها، يستقبل الطماطه الايرانيه. يابا ليش مو هذا زرع العراق؟ هذا ابن العراق، هذا ثروه العراق. والله العراق كل نقطه من دم العراق تسوى ذول السياسيين الحراميه كلهم، كل دمه نقطه واحده من الدم تسوى السياسيين ذول الحراميه كلهم. وعيب عليهم وخزي، خليهم يراجعون ضميرهم، يدحجون على اطفالهم، يدحجون على نسائهم، يدحجون على 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 امهاتهم. خليهم ينصفون الناس. ليه تظلون حراميه؟ وليه ما تتابعون؟ وين الحكومه اللي تتابع الحراميه؟ وين الحكومه اللي قابله الحدود؟ ما صار هذا هذا هذا. الناس احنا بدور الزمن القديم، هسه احنا من يشوفونا بالكاميرا يقول تذكرون حكم صدام حسين. لا، احنا كل حكم جانا ظالم، ما جانا حكم اذا مو حكم اظلم من حكم، ويوم اسوء من يوم. نحن زرعنا الحبوب الموسم هذا بحيره الثرثار، فقسم الحبوب خسائر انطينا عليها، قسم قرقت، قسم حرقت، جبنا الحبوب الباقيه ذبيناها هي ما تستوردها سايلوات، لا تقبل الحكومه تستوردها من عندنا. تجي التجار يكسرون يعني الحب فلس ونص ما يقبلون يعني يشيلوه. فاحنا ما ترهم نبيع على تاجر ونرد بيع على تاجر ثاني، وعلى احنا مباشره نبيع على السايلوات. ليش الحكومه قليله ماليه قليله ماده؟ احنا مثل ما تكلم اخوي ابو مهند، عندنا هاي الناس الحب هذا كله للشهداء، يعني ايتام بي ناس فقره، الناس الشهداء ضحت بدمها بهاي المنطقه، يعني لا حتى حقوق ما طلعت لها. فمشت على هذا اللي الحب هذا اللي تامة تعيش به النساء الغير،
فما تستقبل الحكومه تستورد هذا الحب من الناس هاي، الناس الخيره اللي تعبت وشافت الويل من هذا الظلم. انظلمنا من قبل داعش نعم، ولكن دافعنا والحمد لله. لا نستنجد بالحكومه ولا نستنجد بالغير، لان احنا دافعنا عن ارضنا ودافعنا وانطينا شهداء وضحينا بدم. فما نقول يعني اليوم أن نجيب طاري على شغلة الحب وهذا، ولكن الحب اللي تام إتامة الشهداء بلي حقوق وبلي يعني ظلمت من جانب الدولة من جانب داعش وأطفالي بها اليوم ويتامة. يعني استوردوا من ايران من الدول الاخرى يعني، والحب هذا ليش ذاك يستوردوه من الدول الباقيه؟ لان بي ربح بي شيء يعني ياخذون بيه. فاحنا لا، يجون هنا يدفعون علينا التجار يكسرون الحب فلس ونص وياخذوه هم غادي يتربحون بيه من واحد الواحد، ولكن ما احنا حادينه بسعر ويقول لك لا ما يعني يجي يدفع لك بيه 400 وهذا تعب وخساره وخرج منه نص وانحرق منه نص، يدفع لك بيه 400 350 الحب الفاخر يدفع بيه 400 وعلى حد يدفع بيه 350، يعني هذا ما يرهم ما يصير. رمضان اخي رمضان ما اقدر نمشي، مجبورين راح نخزنه، مجبورين يعني نخليه هذا هنا ظل مذبوب. يعني هاي قوانيه تخت، هذا الحب منثور هنا، الهواء يطير منه، ندفن تراب، هذه السيارات الطرق السيارات قرضه تلقى دار ما يدورون دفن معها، ما يا لا حول ولا قوه. هاي السيارات محمله تشوفها يعني وين نروح بيه؟ لا حول ولا قوه. والله هم جماعة السيلوات رادوا على الخطة، يعني على الخطة أكثر الناس ما عندها عقود زراعية، إنها إحنا هاي صحراء قاحلة مو كلها بيها عقود زراعية، فهم رادوا على الخطة يلا تستلم السيلوات. فأكو ناس اللي هو تدري السنة ما شاء الله خير والفضل لله، يعني الزرع كان يعني كل الزروع الفضل لله جت راس، ولو صارت خروقات يعني قسم منها اكو حريق صار بالصحراء، وبحيره الثرثار ايضا غرقت يعني زادت اخذت مكانات غرقت كثير من الحاصل الزراعي. والله اكو من البرق صار حريق مره عندنا، واكو من بعض الجزائر الموجوده جزيرة صلاح الدين نقول جزيرة نينوى، لا اكو يعني بفعل فاعل، اي اكو فعل فاعل. كثير يعني احنا هسه الجسر مال حديثة ما يعبر السيارات التريلات، يعني عبر السيارة القلابة فقط، فهذا الحاب بركة يعني راد لتريلات تنقل على السايلوات، تنقل على سواء حتى إذا ماكو على السايلوات تجار قاعد تجي تشتري، يعني راد طريق. صلاح الدين ما قاعد يستلمون، يريدون على الخطة منا الطريق على يعني تعبر نقول على الرمادي، الجسر ما يعبر على القلابات. زين هنا شنو الحل؟ وين الحل تروح بيها؟ والله واقع بيها الفلاح، واقع بها الفلاح يعني الا شفت على التجار شو ورا شيء مشي يعني، والناس تخسرت تدري مصاريف وكذا، فنريد الحكومه بلكي تساعدهم، هم لو بس طريق، بس طريق يوصلون حبهم للسايلوات يسلمون. هي كل الحاصل العراقي ما حد يشتري، يعني يفلح الفلاح ويتعب وبالتالي يخسر، ما حد يشتري، يستوردون من الخارج. زين هذا شنو السبب يعني؟ والله سبب الحكومه غير، يعني شو واضح هذا. والله احنا ان الناشد الحكومه يديرون بالهم على الفلاح، ان هذا الحاصل العراقي اخير ما نروح نستورد بالدول، هذا حاصل عراقي والفلاح عراقي، نريدهم يديرون بالهم على الفلاح فقط. احنا تعبنا وزرعنا وطشينا وخسرنا الطن بالبدايه، احنا نجيبه من البدايه، نقول احنا من البدايه الطشيه لو تجيب الطن الحنطه ولا الشعير كلف عينه 1,100,000 دينار،
يلحق المكان الكراب المنتوج نجيب الأسمدة. الأسمدة أقل الطن، أقل ماكو الطن ب 700 ألف دينار. فقلت لك كلفنا فوق الطاقة. هسا أنا هل شفت عنك أول بداية ردنا نوقف الحصاد، لأن يا أخي نحصد المنتوج الزراعي ما جعد أحد يستقبله من عندنا. ناخذ هسا أنا الحاصودة نجيبها الدراسة تحصد، يعني نقول قمنا نحسب ما نسدد الدراسة، لأن شنو ماكو دولة جاءت تسحب من عندنا المنتوج الزراعي المحصول، جاءت ناخذ الطن. يعني هسه انا الطن توديه للسوق ويدفعوا لك 300 ألف، الشعير 250 ألف، يعني ما جاءت تسدد اي شيء. ردنا الزرع والمحصول نخليه على مكانه وما نشتغل اي شغله، لان ماكو فايده. تعب بدون اي محصول، تعب بدون اي محصول. الحكومة العراقية ما جعد تنطينا مساعدات، ما جعد تنطينا دوافع، ما جعد تنطينا ما تدعم الفلاح والمزارعين. هسه احنا حاليا هسه الزرع هذا انتم يعني بقدام عيونكم وامام انظاركم وامام انظار الحكومه وامام انظار وزاره الزراعه. وزاره الزراعه ميته للاخير، ما جعد اي منهوض من عندها لا بالفلوس. لا انا اقول لك هسه التجار يجي عليك ياخذ الطن ب 300 ألف يروح يسوق للدوله ب 550 ألف سعره الدولة، بس بالدعاية بس بالقنوات 550 ألف، بس تعالوا خذ من عندي بهذا السعر. الآن الخسران الفلوس المليون ومية حاط على الطن الواحد، زارعة وطاشة وتعبان عليه، ما جعد يسدد أي محصول من المزروع. الدولة يعني لوش تشتري من التاجر وما تشتري من الفلاح؟ أكيد التاجر يروح على السالو، يروح على ينطيه مبلغ على التريلة، تجي التريلة 30 طن 40 طن، يقول له يجي يتعامل ويا المحصول درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، يحسب درجة أولى بفلوس. ماكو يجي على الفلاح شايل حنطته وتعبان بيها وشايل حناطية وشايل محصوله، ويروح على السال ويروح على الزراعة يستقبلونه برحاب الصدر. والله يا أخي ما حاصلنا وين راح، يعني إذا تبيع بكسران وفرد نوب في سبيل تسدد الدراسة وتسدد الطلب اللي عليك. يعني إحنا انجبرنا وقمنا نحصد، جبرنا. لو ما انجبرنا مطلوبين ما نحصد إحنا، لأن ما جعل يسدد النخز نورة ما جعل يسدد. يعني الساعة الدراسة تيجي تأخذ من عندنا عالدونم 20 ألف دينار، عالدونم الواحد. يعني أنا إذا يحصد عندي 50 دونم 20 دونم، يعني وأروح أبيع وشن يقطع عندي؟ تا يقطع عندي 7 طن 8 طن، شن يصرف لي؟ أروح أبيع عن مليونين دينار 2.5، ما يجيب حتى 2.5. يعني يلا أجيب من أنا تعبان، أنا وعائلتي والمزارع والفلاح تعبان، يعني بس هيك على الفارق تعبان للنايم يم هله، للنام يم هله. إذا أروح أنا يجي التاجر أخذها من عندي بشي كسران، التاجر راح على أبو السالو، أنا إذا راح على أبو السالو يصير برأسي نزيه، يصير برأسي يقول لك أنت شنو جاي تنطيني رشوة، أنت إحنا ما نعرف الشغلة. الفلاح والمزارع والتعبان ما يعرف الشغلة، يجي التاجر علي كسر الحلال ماله، مجبور أنت مجبور ب 300 ألف 250 ألف، أنت مجبور تبيع للتاجر. التاجر يروح ينطي 500 400 مليون دينار على 40 على 50 طن، ينطين ويروح يسوقني 550 ألف. يعني التاجر القاعد يم أهله بخلال يومين أسبوع واحد مستفاد أحسن من الفلاح التعبان 6 أشهر. هاي الست أشهر تعبان والحكومة ما جاعد تصد لا على مزارع ولا على فلاح ولا جاعد تقدر ظروف المزارعين. يعني إحنا صارت عندنا عبرة هاي الموسم هذا، يعني الموسم اللي يجي أكيد ما راح أزرع. لتر غاز ما ينطيك أبد. شنو الدعم الحكومة؟ دعم
يعني ما يقدر ابو الزراعه مدير الزراعه وزير الزراعه يصدر امر للفلاح مشي لهم منتوج وينطونهم منتوج يمشوا المزارعين وعقود وهوايه كلها عنده. تودي لهم عقد ما يصد عليك، تودي لهم هويه فلاح ما يصد عليك، شنو الدعم؟ الاسمده تروح تعطن هذا اليوريا الابيض ب 600 و700 الف، تروح على هذا الداب ب 800 ومليون دينار. شنو الدوافع تخليني انا اروح ازرع واشتغل؟ شنو الدوافع اللي تخليني هيك؟ والله يا اخي احنا نطالب وزاره الزراعه يعني شويه بالانصاف، شويه هم يعني يدحقون نعم، ينطون شويه للفلاح وشويه يدعمون الفلاح، لان الفلاح تعب يعني تعب، واي محصول واي ناتج ما عنده اي شيء ما عنده. يعني احنا يعني مصدر عيشتنا هاي الشغل، نفلح نزرع مزارعين، بس ما جعد اي دعم. ما وصلت صوتكم؟ احس ما صوتكم بالقضاء. والله يا اخي القضاء والحكومه المحليه كل شيء تعرفه وصلت، بس ماكو اي استجابه، واي اي شيء منهض ما بين. الفلاح شو ما حد يعاني بيه من الحكومه، ماكو شيء. حصد الطعامات يكومهن يبيح للتاجر بالكسران، الفلاح يعني ما حد يعاني بيه. ما حد يشتري الزرع ماله، ما حد يستلمه، الدولة ما تاخذه منه. احنا كل موسم مال الحصاد نجي محافظة ثيقار. انتم هنا؟ اي نبقى هنا شهر، صار لنا 45 يوم هنا. يعني ما بالامور العربية كلها تشوف. والله نطالب الحكومة بانه على الفلاح تعاني بيه بالنسبة كزرع. هالشوف عينك مكوم مع مخت التجار. والله انا فلاح، هاي جيرتي من جمل بالثرثار بالجزيره، وهذا الحاصل مالنا. شوف ما حد ياخذ فرق نور، احنا خسرانين. يعني هسه عاني راح بس اوفي الدراسه والحب، ما اقدر اوفي. العام تجي فلوس انا ما اخذها على الحاصل، اخذنا حب على الحاصل ما حد يشتري من عندنا، والعام تجي فلوسها من عندنا، والدراسه الدونم ياخذ 20,000 من عندنا. هاي الناس جايين من الجنوب جاي تحصد يمنا، هاي الدراسات الناس يمنا جام جبناهم يحصدون لنا، فالناس يعني يدون حقهم من عندنا. احنا ما عندنا يعني الدولة ما جات تستلم من عندنا المحصول، هذا المحصول ما حد ياخذه، اما تاجر اما حد ياخذه. نروح نقف السايلوات ما حد ياخذه من عندنا. عجب يقول لك هاي الحنطة درجة خامسة، درجة رابعة، درجة ثالثة، يوقفونك يوم، خمسة ايام، 10 ايام، التاجر المتعاون وياه ابو السالو يطب قبل يفرق، احنا واقفين. فالتاجر منسق ويا ابو السايلو فلوس ينطونهم يطبون قبل. يعني اذا نبيع الطلب 300 ما يسدد نص القيمه واحنا مطلوبين، هاي منين تسدد؟ الحكومه سعرتها 550 وما تاخذ، بس على الاعلام، بس على الاعلام قالوا 550. اريد قالوا احنا اليوم استلمنا من الـ من الـ
من الفلاح وانطينا مباشر فلوس ماكو. يجي التاجر ب 300 واحنا طنصر عينا مليون مليون عدل اكثر من مليون، وهذا الشاهد ابو الدراسه يعني ياخذ عدونا 20,000. يعني هي هاي المشكله التجار وتجار كبار يعني بيها جوز تاورد من الدول، يعني خلنا نحاصل العراق ملقوح علينا. يعني احنا تعينا بعد ما نزرع، اذا هذا الحكي احنا لما مطلوبين للدراسه مطلوبين للحب ما نحصل، نخليه يروح ما نريده. يعني اكثر الناس يعني اللي احترق زرعها واللي هذا ما يعني خسره مقام يجيب. هسه احنا من جيبنا فوق الحب راح ننطر، نوفي العالم، نوفي الدراسه، نوفي الحب اللي جبناه، حتى الغاز يقطع عنا، غاز الفلاح ماكو. ما ازرع، انا مفكر ما ازرع، فردنا ما ازرع، ودحق هذا البساتين مالتنا، هذا الجيده راحت ضرت ما كلش، بعد ما نزرع خلاص اصلا فردنا. السنه الجايه ظل على هذا الشيء ما نشت. يعني احسن هسه خسارتنا 500,000 طن خساره، 500 متشيكين بعد ما ازرع انا. انت حتبيعها بخساره؟ بس اوفي الناس واحط من جيبي توفي الناس وهذا، واقعد بعد ما ازرع ولا ما حصدنا احنا فردنا كنا نعوفه. غير التعب طبعا يعني هذا التعب ما محسوب والخساره محسوبه كلها هيك. فاحنا مفكرين بعد ما نزرع العراق حاصله ما حد ياخذه، كان حب ولا طماطه ولا اي شيء يعني ما حد ياخذه. لوش يستوردون من الخارج؟ والله هاي يعني هاي الحكومه هي تريد العراق يضعف، فردنا بفلاح يضعف يقعد فرد مره. يعني انا هسه سنتين ما راح ازرع، وين راح اروح؟ راح يقتلنا الجوع وظل يعني حاصلنا ملقوح وكل شيء ماكو بعد. هاي بس الحنطه كل المحاصيل، كل المحاصيل. روح اسال ابو الجنوب، اسال ابو الجنوب هذا ابو الدراسه منه يقول لك نفس الحاله، لا يستورد طماطه ولا تمور ولا حب ولا كل شيء، نفس الحاله عندنا العراق كله. ليش يابا هذا حاصل نشبيه احكوا احسن حاصل العراق؟ ماكو احسن من حاصل العراق بكل الدنيا. يعني هذا حب راح نعوفه احنا لو ما الناس ما زيتنا ما نحصده، عفناه راح. المواطنين يجي تاجر علينا ياخذه ويروح يوديه للسايلوات يبيعه باكثر. واحنا قاعدين لنا خساره. جوش قد اخذنا مره؟ ثلاثة يمكن. صرت مجموعها كلها ما بين 30 دقيقة والله. والله المحصول راح اللي نبيعه واللي نخليه واللي ما نحصده يعني شو نسوي؟ لان ماكو يعني الطن ب 300 وصار عينه مليون مشتراته، يعني بكته بنشال الرشاش صار عينه مليون، وهاي الدراسه تاخذ 20 عدون. يعني يظل واقف بس 10 ايام اكثر، والمجي اذا ما جت سياره ما سددت كروس سياره، اذا واقف على السالو وروح يقف على السالو يدحك على السالو التاجر طب قول فلاح واقف. طالب وزارة الزراعة يعني تمد الفلاح، يعني تمد الفلاح، يعني ليش هذا الحاصل بالله عليك حاصل جاي إلى الإثم، حاصل ملقوح ما حد ياخذه من عندنا ب 300 400، يعني 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 ما لو ظل السولف ما حد يصد عليك. يعني احنا ظل نسولف ما حد، يعني هذا حاصل راح يظل ملقوح يعني ما حد ياخذ، ولو ما الدراسة وال ما الحصل. يعني اذا بالله عليك هو صار عيب بالمليون قام يبيعها ب 400 300 شي حصل، يعني خساره 600,000 طن، احنا ماخذين 900 الا شوي على الحصاد والدراسه وكهرباء والتركتر. يعني هالساعه شوفت عليك ما حد ياخذه من عندنا، حساب عرب 550 بس على الاعلام، ماكو حد ياخذه من عندك يا اخي، والله ما حد ياخذه من عندك. والله يا اخي معاناة ما جانا نشوف معاناة من الدولة، هاي اول نقطة. نقطة ثانية زرعنا ما حد يستورد، لا اكو سايلو تستلم الدولة، لو ودينا الحب عليها ما جات تستلم عندنا، والتاجر اللي يجينا
يموت الماده فرد نبض اخير سعر نعزله. احنا ماخذين مليون راح نجيب نبيعه 250 الف راح نبيع 250 خساره 750 الف. السنه الجايه ما راح نزرع فرد ما نزرع من هاي الشغلات. انا اقوم اخذ مليون ابيع 250 خساره 750 الف شنو التعويضات مالتي يعني. هاي الحج يقولون انه نوعيه الحنطه اللي دزرعوها مو نوعيه هي قاعد نستلمها من الدوله. احنا استلمنا من الدوله وهي انطتنا اياها قاعد نطشها من احنا قاعد نطشها من ناخذها من الدوله ونطشها نرجعها للدوله معطيه هي نعم هي نوعيتها زين وصافي وكل شيء ما بيها اي شيء ما بيها. اي نعم نعم كل استيراد من الخارج واحنا مادتنا وشغلتنا كلها موتينها مجمدين. ليش تجمدونا؟ شنو السبب الجمدون؟ جمدونا تروحون تنفعون للخارج وتخلونا احنا موتين وجاد. نعم انا قديم اقدم واحد بهاي الجرب قريته ام جمال انا اقدم واحد بيها وجا الحشد عليها وغيرها وكلها وصارت دحش انهجمت حجام وطردونا من عندها وخصلنا من عندها كل شيء. الجماعه راحت ولا عوضونا من عندها ولا شافونا كل شيء وزروعنا كلها وروها وراحت زروع بعد زرع ما يخدمك هنا تفكر انه تترك المنطقه. اي اترك المنطقه اترك زرع السنه ما جاوب شنو الفائده؟ ما تقدمت لكل معانات انت ما قدمت المعانات هذا زرع راح اعوفه لو ما حصده ما حصده انا راح ما حصده فردنا وبترك. بس هسه بدك تحصدون هسه انا حصد الزرعات نوفي الدراسه نوفي الحبه اللي اخذناه من الدوله ومن التاجر اللي يجيب لنا اياه اخوي راح نوفيه والبقيه نتركه ما نحصده لان قال ومشتراته من عندك تشترونه من عندنا رخيص شنو خساره 750 الف هذا لا ازرع ولا هذا كل شيء. هو موسم انتهى؟ اي نعم انتهى الموسم. نعاني الفلح هنا هاي الحبوب تشوفها مذبوبه ما حد يشتريها ما حد يسوقها ما حد ياخذها. المي زاد علينا بحيره الثرثار قرقت كثير من مبلغ كبير من الحنطه والشعير واللي بغى جبنا دراسات من الجنوب وحصدناه وذبيناه ونتوسل بالناس تشتريه توسيل يعني ماكو غير الدوله تعين الفلاح بدل ما تستورد من الدول الخارجيه الحنطه والشعير ليش ما تستورد الحاصل مال الشعب العراقي. هسه هالشوب هذا مذبوب محصود ومذبوب ما حد ياخذه وهذا قليل هذا اللي تشوفه قدامك اكو مكانات بها تلول من الحنطه والشعير ما حد يستلم. هم اللي متفقين ويا الدول الخارجيه يستلمون من عندها على مود يعطلون على الفلاح العراقي يكسرونه بحيث ما يشتغل لا بخضره لا بحنطه لا بغيرها لا باذره لا باي شيء. الزراعه منتهيه بالعراق. ما ودينا عليهم غليل واللي عنده واسطه يطلع رون سايد يفرغهن ويرجع والما عنده واسطة ويدفع مبلغ ليه قدام له للسائلو يظل المذبوبات شهر ما حد يستلمها. ما ندفع احنا شعدنا ندفع احنا طلعنا عشان داعش لزمنا الحمى طلعنا عظم شنو عدنا تارد ننطتها نسلم الحباب ما عاد. والله اللي نخليه نحيله للسنة الأخرى اللي يجينا تاجر نبيع عليه بسعر نازل شلون نمشيهن بتسهيل الله. ما مو شرط نزرع 100% لأن ما حد ياخذه. أنت هسه إذا تقصب لك طلي ما حد يشتري منك لحم تتذبح النوم ما تذبح. والله نوجه للحكومة
اذا يريد الله يهديهم، ولا احنا قاطعين نفسنا مأيسين، يعني يساعدون الفلاح بالزراعه ويساعدونه بتسويق الحاصل على مود الفلاح يتشجع شوي يقدر يشتغل، واذا يريدون ما ياخذون من عندنا يقولون لا تشتغلون فردنا، واحنا استيرادنا من ايران وغير ايران، خلي يروح يستلمون تحنا نعزل فردنا. اكو ناس تخبث جاي تحرقها تندفع تندفع بماده وتحرق بال 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 بالمزارع بالمرشات هي تحرق بيه. التاجر يجي يدفع لنا 300 وانا حصاد حاطين اي فوق المليون حصاد، يعني اذا ما يوفي اشترينا ب 800 احنا بمليون والطن شرناه بمليون، والله مليون كل استيراد يشتري مليون ب 800 و900 كله من خارج تركي يجي تركي نشتري بمليون، والله واسع يجون يدفعون 300 400 وراء كراوي وراء اسمه والسايلات هم هناك ياهم قاضين سايلات قاضين وبدراسه تدري عدونا بياخذون 20 وما يعني تصدير الا تدفع فلوس. اي نعم ثريلتين طلعت 13 ورقه يلا مشت 13 ورقه يلا مشاها ودرجه ثانيه درجه ثانيه يلا مشوها. وهذا شو نسولف يعني بعد ما تزرع كفلاح والله جوز الله العظيم جوز ما راح نزرع نزرع جوز مشيل يعني اكل نخلي يعني بالبيت للبيت يعني ولا ما عدنا كل ملي انا حياتي تعبانه. تعبي والله تعب وحكومه يعني ما مشكله يعني اذا ما تدفع فلوس ما تمشي ما يمشي حبك ودرجه ثانيه ولا ثالثه يحسبوا لك اياه يعني واحنا بالطن طن مشترينا مليون و900 و800 واسعين يدفعون بي 350 طن ما يوفي حتى الدراسه ما يوفي. والله خلي حايله خلي بالمخزن وخليه ما يعالي شيء ذبه من خزان عوف يقول اللي قام لي حيز يا ابو لا عشت ايدك والله ما قطع كامل ها لحظه رمضان يا اخي رمضان ما اقدر نمشي.